معلومه معلم ما يمكنش يديرها اخوي صغير حيت البيضات ما فيهم الجهد. كيف يمكننا ان نتدرب على التسامح مع بعضنا ومع الاخر؟ سؤال تطرحه مسرحية تمارين في التسامح للشاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي، اقتبستها فرقة نحن نلعب للفنون، وتم عرضها بخشبة الهواء الطلق بفيلا الفنون بالرباط، وعرفت حضورا شبابيا ملحوظا وشخصيات أدبية وفنية معروفة. كيعاوني خوتي يا عربي أم سيدنا محمد، والله أعلم بأن واحد السيد كان كيبغي واحد السيده غزاله زينها ما خلال غيرها والو. تمارين في التسامح هي مسرحيه من 10 اللوحات كتبتها خلال التسعينات 93 اظن، وكما يدل على ذلك العنوان هي تمارين حول موضوع التسامح ولا تسامح في نفس الوقت. اظن بانه الناس كيعتبروا بانهم متسامحين، هذا من مزيان المبدا ديال التسامح، ولكن ملي كتجي للواقع في الحياه اليوميه في الحياه الاجتماعيه في واحد المواقف حرجه، لربما انه الانسان كيبين على الطبيعه ديالو الحقيقيه وتيبين واحد العدد ديال السمات ديال لا تسامح. وانا اتحدث هنا حتى على الناس اللي هم اكثر وعيا فيما يخص مساله التسامح. في قالب تجريبي يتمازج فيه المسرح والشعر والموسيقى والرقص، تحولت مسرحية تمارين على التسامح إلى ورشة فنية منحت بعض الإشارات الدالة على ولادة حساسية فنية جديدة يبشر بها المخرج الشاب محمود الشهدي. هو عمل اعتمدنا فيه على لقاء بعض الفنانين من ثقافات مختلفة ما بين مغاربة وفرنسيين ومغاربة مقيمين بالخارج، اعتمدنا على فنانين خريجين المعهد العالي في المسرحي والتنشيط الثقافي بالإضافة لفنانين محترفين في الموسيقى. هذا العرض كيجمع ما بين رقص، ما بين الرقص الكلاسيكي، ما بين المسرح، ما بين الموسيقى، موسيقى حية، بالإضافة أننا حاولنا نخدموا على هذا العمل بشكل مختبر فني اللي حاولنا نطوروا منه هذا المنتوج، وهذا المنتوج ماشي هو نهائي لأننا مازالين في مختبر وكنحاولوا أننا نطوروه ونوصلوا به النتائج أخرى، ممكن نضيفوا أعمال أخرى للكاتب كنخدموا على الأشعار ديالو، بالإضافة أن العمل الرئيسي هو نص تمارين في التسامح ديال الكاتب عبد اللطيف اللعبي. تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أداء مسرحي متميز لممثلين شباب موهوبين حولوا نص اللعب المسرحي وأشعاره بدلالاتها العميقة إلى لغة دارجة جريئة ونابضة بحيوية المجتمع المغربي. هو التكست الاصلي ديالو سميتو تمارين في التسامح لعبد اللطيف اللعبي الشاعر الكبير ديالنا المغربي، وكانت حتى الخدمه طريقه الخدمه اللي كيفاش اشتغلنا كانت تقريبا جديده شويه، كنقولوا زعما اوزي ماشي اوزي، قصه انك ممكن تاوزي ولكن خاصك كنهضروا على الدوغري العبار، تقدر تاوزي بشي حوايج والناس يقبلوها ولكن تكون في بلاصتها وفي محلها، اما لك كدير غير زايده بيان سور الناس ما غاديش يقبلوها. داكشي علاش المسرحيه كانت سبيسيال في هذه القضيه، لان كانت شويه شوكونت، كانت تحرك مع الببليك بزاف، ممثل عند الجمهور، الجمهور كيحس براسو سير سير. تألقت كل من هاجر الشرقي وسارة الرغاي في أدوارهما المختلفة التي تعبر بقوة اللغة المستعملة عن صوت الجيل الجديد من النساء، وهن يتخطين كل الحواجز اللغوية والذكورية في دارجة تعبر بعمق عن نبض المجتمع المغربي. ما مقلق حيت ما عمرو ما حس براسو ليك شي حاجة من غير لعورية في الكرم وقلة الحياة. كيدير ديما بحسب الحب وزبيلو اللي كتجيب لي ما كتعلم. كنت تعتبر اول اكسبيريونس ديالي مع هاد لا تروب هادي، عجبني بزاف الحال نلعب شي بيس تياترال بحال هكذا حيت هي بويزي سي با بيس تياترال.
جي اوزي نقول بزاف د الحوايج بزاف د الهضرات الكلمات شويه فولغير واخا حيت كنقولوهم حنا في المغرب وكانوا بحال احلام باغينهم حنا كنساء كدي فام باغيين ديك الاحلام يتحققوا الان كنقولوهم هكذا اوت فوا باش يتفهموا ويتسمعوا مزيان. هاد لا بيس كانت اكزرسيس كانت بحال بيس تياترال دون اون بيس تياترال. تمارين التسامح مسرحية مفتوحة على العمق الإنساني تتعالق فيها لغات الكتابة والجسد تجعلنا نقف بين التسامح واللا تسامح كتمرين وجودي يعيدنا إلى الطبيعة الأولى والملتبسة للكائن البشري.